اهلا ومرحبا بكم من جديد، تحيات الصحه والعافيه لكم جميعا. بالامس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر ومعلومات مفادها ان سكان العالم قد وصل الى 8 مليار نسمه بمعدل زياده شكل تخوفا للمهتمين بكثير من الشؤون، من ضمنها التخوف على موارد الكوكب، ومن ضمنها التخوف على البيئة وغيرها، تخوفا من أن موارد الكوكب لن تكفي إلى كل هذا العدد. تزامنا مع ذلك يقام في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية مؤتمر المناخ 27، وسط جهود كبيرة من كل المهتمين والقائمين على الأمر في كل العالم أجمع على الحفاظ على مناخ متوازن والبعد عن كل ما يمكن أن يسبب التغييرات المناخية التي يمكن أن تؤثر على الحياة بصورة كبيرة جدا. للحديث أكثر حول الاهتمام بالبيئة ومواضيع التنمية المستدامة، أسعد جدا بالترحيب بضيفتي داخل الاستوديو، دكتور نوال خضر موسى، الأمين العام لمبادرة نائب الأمين العام لمبادرة إعلاميون من أجل البيئة والتنمية المستدامة. أهلا ومرحبا بك. خلينا في البداية نتكلم عن مبادرتكم، نشأتها، فكرتها، وغيرها من التفاصيل الأولية لبداية الفكرة. المبادرة أصلا يعني كفكرة وكنشأة بدأت في 2012 عن طريق الأمين العام الحالي اللي هو أحمد محمد الأمين قسومة، اللي هو كان يعني مهموم بأمر البيئة وكان عنده علاقات، يعني بيخلق علاقات داخل الهيئة القومية للغابات مع أصدقاء وفي المجلس الأعلى للبيئة ومع بعض الأجهزة الإعلامية، بحيث إنهم هم ينشطوا في رفع الوعي البيئي وفي عكس القضايا الإعلامية يعني الاحتفاء والاحتفال بالمناسبات البيئية العالمية. تضامنت وتضافرت جهودهم وحسوا إنه في النهاية الموضوع ده مفروض يكون تحت يعني جسم متكامل، فجاءت مبادرة إعلاميون من أجل البيئة وتم تسجيلها رسميا في العام 2017 باعتبارها منظمة طوعية غير ربحية تهدف لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوك الخاطئ تجاه البيئة ولخلق شراكات وتشبيك مع منظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال البيئة. طيب شنو الأهداف اللي رصدتوها لمبادرتكم ومنظمتكم؟ أهم الأهداف طبعا نشر الوعي البيئي، نعمل على نشر الوعي البيئي ورفع الوعي البيئي لدى الجميع، التشبيك والتواصل مع المنظمات الطوعية الأخرى العاملة في ذات التخصص، التوثيق لقصص النجاح وعكسها عبر الأجهزة الإعلامية، والتواصل يعني مع الجهات ذات الصلة والشارع في إطار مجال البيئة والتضامن مع الحملات البيئية. دكتور نوال، الآن العالم أجمع في حالة هلع من قصة التغييرات المناخية. نعم. وكان في توصيات قمة المناخ 26 اللي أقيمت في نوفمبر من العام 2021، وطلعت عدد من التوصيات والنتائج اللي أظهرت فيها تخوف واضح من اختفاء بعض المصادر المهمة للغذاء، فده بيخد مسؤولية كبيرة جدا على عاتق العاملين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وغيرها من باقي التخصصات، فأنتوا شنو منهجكم اللي بتعملوا على أساسه والسبل اللي بتعينكم في تحقيق أهدافكم؟ طبعا قمة المناخ هي عندها يعني كثير من القرارات والتوصيات، وللأسف يعني نحن كل قمة بتطلع بقرارات وتوصيات، لكن الحاجة الكويسة والمبشرة يعني هذه القمة إنها هي قمة التنفيذات، فنتمنى فعليا انه تكون قمة التنفيذات وانه كل ما قرارات السابقة يعني تظهر على ارض الواقع. يعني بالنسبة لنا نحن طبعا يعني بنعمل في إطار منظومة متكاملة وبنسعى يعني مع كل الجهات ذات الصلة لتحسين العمل البيئي والعمل من خلال يعني الاقتصاد الأخضر. العالم كله يتجه إلى الاقتصاد الأخضر،
بعد ذاك عندنا مشاريع يعني تانية، اللي هي نحن عندنا مشروع كبير متكامل للغرية الخضراء المستدامة. يعني المشروع ده إذا تنزل إلى أرض الواقع يعني فعلا بيحدث تغيير وبيساهم بشكل كبير يعني في الحد من التغيرات المناخية. بعد ذلك طبعا عندنا برضو عندنا مشروع مرصد بيئي، وده نحن يعني بنهدف من خلاله لتوفير كل المعلومات الخاصة بالبيئة. دكتور نواة، نتكلم عن المناشط والفعاليات اللي قمتوا بها في الفترة السابقة. في الفترة السابقة نحن قمنا بالعديد من المناشط والفعاليات، منها الاحتفال باليوم الدولي للغابات، وده من خلاله نحن قدنا مبادرة لإعادة تأهيل الحديقة النباتية، كانت بالشراكة مع منظمة بيتنا أخضر، وهي دي مجموعة من الشباب الناشط في مجال الخضرة برضو في مجال البيئة. احتفلنا باليوم الدولي للأرض، وده كان في ساحة الحرية برضو بالتضامن مع منتدى ساحة الحرية. عندنا يعني كثير من المناشط اللي قمنا بها، اللي أهمها كان برضو اعتمد المجلس الأعلى للبيئة بأنه المبادرة تقود المسابقة البيئية لطلاب الثانويات، ودي من خلالها تمت حملات يعني بتاعة التوعية على مستوى الولايات، يعني طاف وفد من المبادرة، أعضاء المبادرة على عدد من الولايات، بيعرفوا بالبيئة وبالنشاطة وطرحوا المسابقة لطلاب الثانويات. والمسابقة كانت في عدة مجالات، الرسم والقصة القصيرة والشعر والنثر، ويعني حاليا المسابقة في طور الفرس. فهي يعني عدة نشاطات. طيب خلينا من النشاطات العديدة دي، رأيك شنو نحن نشوف واحدة منها؟ أخواننا في الكنترول جهزوا لنا. هو ده تقريبا آخر نشاط يعني. آخر نشاط. طيب خلونا نشوف النشاط الأخير لمبادرة إعلاميون من أجل البيئة والتنمية المستدامة، ونرجع نعلق عليه مع دكتور نوال. تعتبر حماية البيئة محاولة لموازنة العلاقات بين البشر والأنظمة الطبيعية المختلفة بطريقة تمنح كل المكونات درجة مناسبة من الاستدامة. ويتحتم علينا كجهات رسمية أو شعبية ومؤسسات وصانعي قرار العمل على نشر الوعي البيئي بين أبنائنا، وذلك لتوسيع مداركهم وآفاقهم وحب الكون والعالم وما فيه من جمادات وكائنات حية، كما يجب نشر هذا الوعي بين الأقارب والجيران وتقديم النصح والإرشاد لهم، والحرص على ضرورة التعاون بين الأفراد لمواجهة الأخطار الناجمة عن التلوث البيئي، الأمر الذي يعود على الفرد والمجتمع والعالم بالفائدة والمنفعة. يجيء المعرض البيئي الأول في السودان إيكوفير كواحد من هذه الجهود التي تعمل على صيانة البيئة وترقيتها، وقد شاركت فيه جهات وأفراد تهتم بالصناعات الصديقة للبيئة. فالعالم اليوم انتبه لسلوك الإنسان الذي أصبح يهدد إجمال الحياة على سطح الأرض، وذلك من خلال سوء استخدام الموارد الطبيعية خاصة الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري، وأخلت بالمناخ الجماعي لبيئة الأرض، وبدأت تضرب بكل قوة من خلال ارتفاع درجات الحرارة والأعاصير وتقلبات الفصول. فكان لابد للإنسان أن يتخذ إجراء للحد من ذلك بالحشد للعمل الجماعي في استعادة التوازن ونشر المعارف والعلوم من خلال عقد المؤتمرات الدولية وإطلاق المبادرات البيئية، حيث أننا لا نملك سوى أرض واحدة. المعرض البيئي هو نقطة بداية، انه عاوزين نشجع الناس اللي جاتنا هنا العارضين منتجاتهم، المنتجاتهم اللي هي بتدعم البيئه، المنتجاتهم اللي بتكون صديقه للبيئه، المنتجاتهم بتكون عباره عن مثلا اعاده تدوير لمخلفات معينه قدروا منهم قدروا يصنعوا حاجه منها. فبنلاقي انه في شباب مميزين جايين بافكار مبدعه وافكار جديده تقدر تحل لنا مشاكل وازمات بنواجهها هنا نحن في السودان. We'll be right back.
احنا سعداء اليوم بانطلاقه المعرض البيئي الاول في السودان، والمعرض عباره عن كل المنتجات الصديقه للبيئه، نظمته جو جرين سودان، ونحن كإعلاميون من أجل البيئة أحد الشركاء في هذا المعرض. الفكرة بالنسبة لنا يعني كانت فكرة جميلة وبتصب في نفس اتجاهنا اللي هو رفع الوعي البيئي. نتمنى إنه المعرض يعني يلقى حظه في الانتشار بطريقة أوسع. هي دي النسخة الأولى، إن شاء الله يعني هيتكرر المعرض وحتكون منه نسخ تانية. نتمنى إنه يعني تصل لكل أفراد الشعب السوداني، وعشان نقدر نوصل للناس رسالة إنه ممكن تكون في منتجات صديقة للبيئة، من خلالها نحن نقدر نحافظ على البيئة وندعمها. ويعتبر معرض إيكو فير منصة تقوم على شراكة بين مختلف البيئيين بتنسيق أو جرين سودان، سودان زيرو ويست، سودان زوم، والعديد من المنظمات والجهات المهتمة، ومبادرة إعلاميون من أجل البيئة التي قامت بتنسيق الجهود والاتصالات وتعبئة الموارد واستقطاب مختلف الدعم لقيام المعرض. شكرا الأستاذ خالد سند في إعداد ومونتاج التقرير الماضي. أعود من جديد لترحيب بالدكتورة نوال خضر موسى، نائبة الأمين العام لمبادرة إعلاميون من أجل البيئة والتنمية المستدامة. وخلينا نتكلم شوية عن التقرير الفات اللي شفناه والفعالية اللي أقيمت. فعلا التحية لخالد سند، هو واحد من الخبراء اللي بتدعمه بعاون إعلاميون من أجل البيئة. التقرير كان عن الإيكوفير، المعرض البيئي الأول، واللي هو نظم في النادي الألماني يومي الجمعة والسبت الماضيين. ونظم يعني صاحبة الفكرة والتنظيم هي منظمة جو جرين سودان. نحن لما شفنا يعني الفكرة عرضت علينا يعني آمنا بها تماما، لأنه هي فعلا زي ما ذكر في التقرير إنها هي بتصب في اتجاهنا اللي هو رفع الوعي البيئي والاقتصاد الأخضر، المنتجات الصديقة للبيئة. وقفنا معاهم في كل التفاصيل، وكنا شركاء يعني أصيلين معاهم في إنجاز هذا المعرض، ويعني نحن فعلا سعداء إنه تم إنجازه. نتمنى إنه المرات الجاية يعني، لأنه هو يعني المعرض حيكون معرض سنوي إن شاء الله، في الفترة الجاية نحن يعني الحاجة المهمة إنه إحنا قصدنا بالتاريخ إنه المعرض يتزامن مع قمة المناخ، لأنه للأسف يعني الحاجة المؤسفة إنه السنة دي ما في منظمات طوعية مشاركة في قمة المناخ. فنحن حابين من خلال هذا المنشط نرسل رسالة إنه حتى المنظمات الطوعية السودانية العاملة في مجال البيئة لو ما كانت حاضرة في قمة المناخ، هي حاضرة فعليا من أجل تغير المناخ. طيب دكتور نوال، نتكلم برضو عن الشراكات والتشبيك مع المبادرات والمنظمات الأخرى اللي بتعمل في نفس المجال. دي واحدة من الشراكات اللي هي منظمة جو جرين. احنا يعني دي واحدة من الشراكات اللي احنا بنعمل معاها، وعندنا شراكات عديدة مع عدد من المنظمات يعني العاملة في مجال البيئة، وبين تنسيق تام وتناغم. ليه؟ لأنه الهدف واحد. يعني الناس لما تعمل من أجل هدف واحد وتكون مؤمنة به ويكون العمل عمل طوعي غير ربحي، أكيد بينجح، لأنه ما في تنافس. يعني نحن لما يكون في نشاط، إحنا عندنا يعني فكرة بتنفذ عن طريق منظمة تانية، بنطرح الفكرة وبنمشي معاهم وتنظم، لأنه نحن هدفنا في الوقت الحالي نحن مجموعة خبراء يعني إعلاميون من أجل البيئة، فيها عدد من الخبراء في شتى المجالات. عشان كده إحنا بنكون داعمين للشباب وللمنظمات الشبابية، وبنقف معاهم وبنقف خلفهم، لأنه المستقبل للشباب يعني. ونحن هسه لو ملاحظين كل المنظمات الطوعية في العالم المشاركة في الكوب 27 والقبلي، هي كلها منظمات شبابية. فنحن مع الشباب وداعمين للشباب بحيث أنه هم يلقوا حظهم في أنهم يحافظوا على البيئة، لأنه الحفاظ على كوكب الأرض
يعني مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع، والأرض لنا ولسوانا، يعني لنا وللأجيال القادمة، ومن حقهم علينا إنه نحافظ عليها. طيب دكتور نوال، نتكلم برضو عن قمة المناخ 27 المقامة حاليا بجمهورية مصر العربية شرم الشيخ، كيف ممكن السودان يستفيد منها، وكيف أنتم تستفيدوا من مخرجاتها كمبادرة ناشطة في مجال المناخ والتنمية المستدامة؟ نحن كنا بنتمنى أنه تكون على الأقل في منظمات طوعية مشاركة زي ما كل الدول كان عندها منظمات مشاركة، لكن يعني هي زي ما أنا ذكرت سابقا عرفت بقمة التنفيذات. نتمنى أنه فعلا يعني يحصل يعني تنفيذ للقرارات السابقة اللي هي التكيف والتخفيف والدعم والمساندة. نحن بالنسبة لنا طبعا في السودان يعني يفترض أنه نعمل على التخفيف، لا نحن بنعمل على التكيف وبنأمل في الدعم والمساندة، يعني لأنه نحن ما عندنا انبعاثات عشان نخفف، فنحن مفروض نشتغل على محور التكيف والدعم والمساندة، وده بيجي من المشاريع المفروض الناس المشاركين والسودان يعني بتمثيله يكونوا قدموا مشاريع عشان الدولة تقدر تستفيد منها، لأنه في النهاية يعني إذا ما جاء تمويل كل نحن ما بنقدر ننفذ المشاريع أو الأفكار الكبيرة. نحن بالنسبة لنا بنعمل بما يتح لنا من إمكانيات، يعني بنعمل بما يتح لنا من إمكانيات، لأنه في النهاية نحن بنعمل عمل طوعي. لكن على مستوى الدولة يعني يفترض أنه تكون في مشاريع كبيرة عرضت وتجد حظها من التمويل، وحاليا في مشاريع يعني في إطار الغابات في مشاريع للتخفيف والتكيف. على سيرة المشاريع دكتور نوال، ده بيقودنا للسؤال الجاي اللي هو الخطط المستقبلية عندكم في مبادرة إعلامي من أجل البيئة والتنمية المستدامة. نحن خططنا المستقبلية استحاليا أنا زي ما ذكرت عندنا مشروعنا الكبير اللي احنا أستحى نعمل عليه في الفترة الجاية مع شراكاتنا مع المنظمات الأخرى. طبعا أي منظمة عندها شغل في مجال البيئة نحن بنكون جزء منها ومن أهدافها ومن عملها، لكن نحن بشكل خاص عندنا المرصد البيئي اللي هو نحن بدينا فيه خطوة. المرصد البيئي ده نحن يعني مشروع كبير مفروض يجمع كل المعلومات اللي علاقة بالبيئة في السودان. احنا مشينا فيه الخطوة الأولى انه اصدرنا صحيفة الكترونية اسمها صنطة، ونأمل في انه نحن نقدر نكمل يعني كل ما يحويه المرصد البيئي من إذاعة بيئية وقناة ويوتيوب، يعني على أساس انه نقدر نتواصل مع كل الأجيال ومع كل المستويات. طبعا الأجيال الناشئة هي بقت مرتبطة بالسوشيال ميديا أكثر، فنحن يعني عايزين المرصد ده يلبي كل احتياجات المجتمع وتكون فيه كل المعلومات البيئية، يعني أي زول عايز معلومة عن البيئة يفتح المرصد البيئي يلقاها. ده غير بعد ذاك المناشط التوعوية والرسائل التوعوية اللي هي ممكن تنشر من خلاله. عندنا المشروع الثاني برضو مشروع الغرية الخضراء المستدامة، طبعا ده مشروع يعني إذا تم تنفيذه يعني يعود على السودان كله بالنفع الكبير، منه أنه بيحقق أمن غذائي، ومنه يعني بيحقق حفاظ على البيئة، وبيساهم في الحد من التغيرات المناخية. طيب يعني نحن في سؤال هنا مهم جدا الناس اللي بيشاهدونا كلهم بيكون طلع على بالهم، السودان بلد زراعي فيه نيلين وروافد، فيه خيرات كثيرة جدا، فيه مساحات أرضية شاسعة، ولكن هناك تخوفات من الزحف الصحراوي، هناك تخوفات من عدم كفاية المنتوج، السودان ما زال يعني بيستورد بعض السلع الغذائية المهمة. نتكلم برضو عن رؤيتكم انتم لما يحدث داخل السودان من تغييرات بيئية، سواء كان زحف صحراوي او تغيير على مستوى البيئة، خططكم ليه وشنو؟ هل انتم جهة فقط بتقدم المعلومة، ولا جهة عندها أثر عملي في الشارع من خلال العمل على البيئة، إصحاح، تشجير وغيره؟
من ناحية عمل على البيئة إصحاح وتشجير، إحنا فعلا عندنا يعني عمل اللي هي بتكون عندنا شراكة مع غابات ولاية الخرطوم، والفترة اللي فاتت إحنا يعني عملنا تشجير لكلية علوم الاتصال جامعة السودان، وفي برنامج بتاع تشجير لعدد من المدارس ده على المستوى العمل في جانب التشجير بجانب المحاضرات لرفع الوعي البيئي. بالنسبة للتصحر والزحف الصحراوي طبعا يعني دي سياسات دولة، لكن احنا ما بنقول انه دي سياسات دولة نحن بعيدين عنها. طبعا معروف انه الزحف الصحراوي هو نتيجة للقطع الجاير والرعي الجاير بالنسبة للغابات. نحن برضو بنعمل مع الهيئة القومية للغابات في إنه يعني بنساهم في كل أنشطتها ومناشطها، واللي هو إحنا دورنا إنه نحن نرفع وعي المجتمعات بضرورة الحفاظ على الغابات وبضرورة التشجير. يعني التشجير هو السلاح الوحيد اللي إحنا ممكن نقدر نحارب به الزحف الصحراوي. طيب ختاما كده في دقيقة اتكلم عن ما يلي جانب التنمية المستدامة اللي هي عندها 5 أهداف أو يزيد من أهداف التنمية المستدامة، عملتوا فيها شنو كمبادرة إعلامية من أجل البيئة والتنمية المستدامة؟ مشروع القرية الخضراء ده هو بيحقق كل أهداف التنمية المستدامة. يعني نحن إذا قدرنا أنجزنا المشروع، هو مشروعكم الرئيسي في الفترة الحالية؟ نحن هنعمل عليه في الفترة الجاية مع المرصد البيئي. جميل. أنا والله شاكر لك جدا دكتورة نوال خضر موسى نائب الأمين العام لمبادرة إعلاميون من أجل البيئة والتنمية المستدامة، نورتينا في صباح الشروق، كتر خيرك، شاكرين لك. شكرا لك. والإعلام طبعا عنده دور كبير جدا جدا في البيئة وفي رفع الوعي البيئي. نأمل إنه يعني قناة الشروق تبقى واحدة من المنصات اللي بتقود العمل البيئي وتحدث تغيير، وده دورنا ودوركم مع بعض إن شاء الله. كتر خيرك. دي كانت مساحتنا مع مبادرة إعلاميون من أجل البيئة والتنمية المستدامة. ضيفتنا فيها كانت دكتورة نوال خضر موسى من